الكسري في مرمى ويلينتون ويلينتون والهدف الأول الهدف الأول في هذه المباراة. قادري الكرة تمر محسن اليزيدي يحاول لكن ويلينتون صخرت الدفاع بالنسبة للخور مر راح البرازيلي عدى البرازيلي. هنا نتابع محاولة لمصلحة نادي الغرافة فرصة الآن لتعزيز النتيجة لكن تدخل الله على الفاصل الله على العرضية الله على المتابعة والكرة تتخلص الكرة تبعد صول إلى شباك العميد ماديسون يونس تمريرة ويلتون أرضية تأتي ياسين الشيخاوي ثلاث لاعبين إلى تسديدة حاضرة نخرط ضياد حتى ضد الفرق الأخرى 2-1 يا توب 1 حاولة مرور من جار الله يلعب كرة عرضية في منطقة الجزاء إما هذا وإما ذاك يسجل لم يتوقف حتى الآن خاصة بالنسبة للأهلي لكن حتى الآن أول محمد عطية توصل لويلسون سوزا ويليام شوستا لعبها لأيوب الودراسي أيوب يحاول يمر يتقدم ولكن هنا ويلتون قوي جدا ويلتون سوزا يا سلام يا ويلتون سوزا وبالتالي كل هذه الاسماء اللي دربها هذا المدرب لكيمو دائما لدينا محاوله تشافي وكاسولا كان نوعا ويحضر لها كما يحضر الكلاسيكو والديربي هذه ميزه نسبيا لكن ربما التاريخ واللقاءات السابقه في مباراة لقاء ست نقاط أم صلال الوكرة لقاء ست نقاط الريان العربي لكلاسيكو الجماهير عبد المجيد لعبد الرحمن محسن محسن بنقلة تعصل إلى ويلينتون مر البرازيلي مرر بالطرف الأيمن مصعب خطيرة بمبدأ الأمام ينقل الكرة أمامية باتجاه محمد طيايبة الوحيد فقط في الخط الأمامي لنادي الشحانية مقطوع الكرة ويلينتون يتقدم البرازيلي ويلينتون لمصلحة الخور ويلينتون يتقدم بنادي أرهوس جيمناستيك فورتي حاضرة لا ويلينتون سوزا سوزا يلعب محمد ياسين لمصلحة بعيدر من الطرف الأيمن محمد العام لكن ممكن الآن بكل شيء من الفريقين أن يسجل مجددا مقطوعة أخطر الآن أحمد رابي كان ممكن المرمى ويلتون سوزا يصوب شافي هرنانديز واعظم لاعب في اسيا خلفان واعظم واحد من المهاجمين واضح هذه محاولة بعدين بتكلم عنها مرت إلى خارج أرضية الملعب الموسم الماضي في 182 مباراة سجل 50 مرة متعادل تخيل نص المباريات يعني 22 مباراة نصها خيمينيز في الطرف الايسر يحاول لكن ما مر هنا وينتون يضغط وين 1-0 مصلحة الخور ملعوبة منقولة راسية جول المحاولة والعرضية خطيرة لكن ايضا تتخلص في الطرف الايمن بعرضية مرت عدت وصلت من جديد لمصلحة الخور يعديها في الطرف الايسر نقلة موجودة تمريرة حاضرة هذا يوسف ضغط عليه موجود من هيثم يحاول برافو هذا ويلينتون الحمد لله على السلامة وبنقول له البقاء لله في وفاة فاضل يا سلام يا ابو حميد الى مهد يوسف لكن صخرة ويلينتون في اللقطة الأخيرة آخر مباراة التعادل 1-1 للخور كانت مع العربي بيجي يوسفا اللاعب السنغالي العرضية من جديد ولكن يا سلام يا ويلينتون التبديلات اللي عملها الحياة فرنانديز لفريق نادي الخور في لحظات عمر التسع دقائق الأخيرة من عمر المباراة عنها بالنسبة لنادي الخور ونحدث بالنسبة أيضا لنادي الريان يبقى أيضا كما قلنا سيمستيان هي تسديدة بعيدة المدى لكن إلى حارس المرمى هذا من ويلينتون عديها طويلة سيمستيان ويلينتون معاه ويلينتون وسيمستيان اثنين صراع الكرة في اللقطة الماضية رمية جانبية رأسية مرت عدت حلوه في مكان لكن تتخلص وبانتظار هالمباراه طبعا ممكن يوصل الى 25 مع نهايه هالجوله الجوله رقم 13 او نهايه القسم الاول حتى ليش لا نشوف نتابع انطلاقه
ريالية حلوة في مكان فرصة الآن لكن تتخلص الآن ينطلق للريان ينطلق للريان واحد واحد مع شكل اللاعب السوري يأخذ كرة عرضية مثالية من الطرف الأيمن كرة خلفية إلى ولينغتون ولينغتون بنقرة أمامية من الطرف نحن نتحدث عن جدول ترتيب فيه الآن هجوم ومحاولة للخور يا جور دراغوز يحاول المرور علي عبد الله والعرضية رأسية ويلتون نجح في بعض الاختبارات لكن لا يلام ماديسون يرسل كرة بالرأس في أحضان جوميز سبحان الله في ماتشات لي وحش قوي وماتشات كويس قوي لاعب اساسا ادواره الدفاعيه بشكل اكبر لانه لاعب وسط محوري ويا سلام للامانه في مركزه لاعب هادي ينقل لك كره اماميه باتجاه تيرسانوف ويلينغتون يقطع ولا صافره من عبد الهادي الرويلي يلعب له كره اماميه سعدي ينقلها إلى روستانوف محاولة التقدم والمرور روستانوف تقطع الكرة من أمامه ولينغتون بشكل جميل مدافع البرازيلي اللي يقدم مردود جميل الأفضلية لمصلحته كرة تعود المفتاح ترجع مرة ثانية الآن في الجهات اليمنى هجوم مضاد وهجوم عكسي الآن لمصلحة نادي الخور الكرة في وسط الملعب على طول تتمرر من ويلتون سوزا الكرة تحفظنا على أن نقول الرأي فيه الكرة بالخلف واصل الكرة في وسط الميدان الآن لمصلحة نادي الخور وتقدم انطلاقة من وسط الميدان يا سلام عبور لأكثر من لاعب الذي يستحوذ على الكرة في أغلب فترات شوط المباراة الثاني عشر دقائق في شوط المباراة الكرة لمصلحة نادي الخوية والمحاولة على الجهة اليسرى ملعوبة عرضية إلى منطقة الجزاء لكنها تقطع بعيد عن الفاصلة هذه عرضية مرت رأسية لكنها مرت في السلام مرور من سلطان برافو يا سلطان عدى فيها لكن حاضر لدى الريان عبد الكريم سالم العلي يلعب التمريرة المحاولة والطيقة تنقضي وبضع ثواني تمضي من زمن يحدث من جاء بالهدف الفاني يرسل كرة على الطرف الأيمن محمد علاء يلعب الكرة بعد ذلك على أرضية منتظرة محاولة ريانية على أرضية بجانب عبد الرحمن إحرازي لكن ويلتون سوزا